طيب الله أوقاتكم مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الملعب. ملعب مخبال يشهد انطلاق دوري كأس الاتحاد لأندية محافظة المحرة. وفي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي يتلقى خسارة مفاجئة، وتشيلسي يواصل مسلسل إهدار النقاط بخسارة جديدة على يد نيوكاسل يونايتد. أيضا أرسنال يواصل صدارته بجدارة، ومانشستر يونايتد يتخطى عقبة فولهام في البريمير ليج. كل هذا وأكثر مشاهدينا في هذه الحلقة. أهلا بكم من جديد. نبدأ إذن هذه الحلقة مشاهدينا من محافظة المهرة، والتي تشهد عودة للأنشطة الرياضية بعد انطلاق بطولة كأس الاتحاد في المحافظة. المزيد في التقرير التالي. بعد توقف طويل للأنشطة الرياضية خلال الفترة الماضية بالمحافظة، انطلقت بطولة دوري كأس الاتحاد وسط أمل وتطلعات لعودة زخمها السابق هنا على ملعب مخبال بمدينة الغيضة. دشن فرع اتحاد كرة القدم انطلاق البطولة بمشاركة ستة من أندية المهرة ضمن التصنيف باء. البطولة التي ستحدد المتأهلين لكأس المحافظ التصنيف ألف تتنافس فيها ستة أندية عريقة بالمحافظة من خلال لعب ست جولات بنظام الكل مع الكل، وسط دعوات إلى التفاعل مع الأنشطة الرياضية المختلفة ودفع الشباب للمشاركة في مثل هذه البطولات. هذه البطولة تعتبر تكملة البطولة السابقة للدوري التصنيفي الذي أقيمه قبل سنة، والدوري من أهم الدوريات لأنه فيه هناك بيتأهل فريقين إلى الدرجة الأولى، وهناك الآن إقبال وشفنا استعدادات وشفنا أنها الأندية مستعدين لهذا للأهمية لكي يتأهلوا إلى الدرجة الأولى. الذي شفناه هناك انضباط من قبل الأندية، هناك تجهيزات، لأن هذا الدوري يعتبر كان كمرحلة أولى للانطلاق إلى الجولة، أي يعني الدرجة الأولى. اتحاد كرة القدم بالمحافظة أشاد بالجهود الكبيرة التي يقدمها وكيل الشباب بدر كلشات ومكتب الشباب والرياضة بالمهرة للقطاع الرياضي، دعما لاستمرار النشاط الرياضي بشكل عام وأنشطة اتحاد كرة القدم خصوصا. وحلت أندية التصنيف باء في محافظة المهرة بالمراكز الأخيرة لبطولة الدوري التصنيفي لأندية المهرة للعام 2020، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى التصنيف الأول مجموعة ألف والذي أطلق عليها مسمى بطولة كأس المحافظة. قبل هذه البطولة طبعا أقيمت بطولة المجموعة ألف، ضمت ست أندية رياضية، وهذه هي المجموعة الثانية، المجموعة باء. المجموعة ألف كانت هي عبارة عن أندية النخبة في أندية محافظة المهرة، وهذه هي المباراة الثانية، مجموعة باء، يصعد منها فريقين إلى أندية النخبة. نتمنى في قادم المباريات التوفيق للفرق الرياضية جميعا، ونتمنى أن يكون هناك أنشطة رياضية مستمرة في المحافظة لجميع الأندية الرياضية وعلى مختلف الفئات العمرية، وذلك من أجل الحفاظ على الشباب. عودة للأنشطة الرياضية من جديد، وزخم جماهيري يصاحب كل فعالية رياضية تقام، والهدف تطوير وصقل المهارات التي يتمتع بها أبناء المحافظة. مستمرين معكم مشاهدينا في محافظة المهرة، فانطلقت على ملعب مخبال بالغيضة مباريات كأس الاتحاد لأندية المحافظة والتي يقيمها فرع الاتحاد العام لكرة القدم بمشاركة ستة أندية، وهي المصنفة ثانيا ضمن تصنيف أندية المحافظة لتحديد المتأهلين للتصنيف الأول. المباراة الأولى للبطولة تمكن فيها شباب سيحوت من التغلب على نادي حوف بهدف وحيد جاء بإمضاء اللاعب ممدوح صالح عند الدقيقة 26 من الشوط الأول. أثناء حفل تدشين البطولة قال رئيس اتحاد كرة القدم في المحافظة الأثنين عمر في تصريح للمهرية
إن دوري كأس الاتحاد للتصنيف باء تشارك فيه 6 فرق هي شباب الغيطة واتحاد المسيلة وحوف، إضافة إلى أندية شباب سيحوت والسلام والأخوين. وقال إن البطولة تأتي بالتزامن مع احتفالات بلادنا بأعياد الثورة اليمنية. أشكر قناة المهرية على تغطية بطولة كأس الاتحاد لأندية محافظة المهرة المجموعة باء، كما في البداية أشكر السلطة المحلية على الدعم والجهود الذي بذلتها في تنشيط الأنشطة الرياضية في المحافظة بما فيها الدوري التصنيفي. أقدم شكري للأخوة وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب، مكتب الشباب والرياضة، وكل المساهمين في إنجاح هذه البطولة. البطولة يشارك فيها 6 أندية: شباب الغيضة، شباب سيحوت، المسيلة، حوف، الأخوين السلام. سوف يصعد من هذه البطولة ناديان إلى المجموعة 1000 كأس المحافظ. في هذه المناسبة أحب أن أشير إلى أن البطولة في ظل احتفالاتنا بأعياد الثورة الوطنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وسوف يتم الاختتام في 30 من نوفمبر بإذن الله تعالى. في البداية نهني إدارة ولاعبي وجمهور ومديري صيحوت عامة بهذا الفوز اليوم ب3 نقاط. مباراة أخرى تغلب فيها نادي الأخوين على نظيره السلام بـ2 مقابل هدف في ثاني مباريات الجولة الأولى لبطولة كأس الاتحاد لأندية المهرة. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقان قبل أن تتغير أحداث المباراة في شوطها الثاني بعد تسجيل الأخوين لهدف الصفقة عبر نادر عمر. علي محمد تمكن من إدراك هدف التعادل للسلام، بعد هذا الهدف عاد الأخوين للتقدم في النتيجة، لكن هذه المرة عبر اللاعب بشار سالم بالخطأ في مرماه. بهذه النتيجة يرتقي الأخوين إلى صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن شباب سيحوت. والحمد لله توفقنا بـ3 نقاط، ونقول هارت لك لفريق السلام نادي السلام العبري، وان شاء الله الجايات افضل باذن الله، وان شاء الله قدامنا المباريات وباذن الله نتوفق فيها ان شاء الله. الاداء الفريق ما قصروا الشباب الحمد لله، اداء طيب برغم انه شويه تخينك اللياقه شويه، لكن ان شاء الله في المباريات القادمه نروح للامام ان شاء الله. والله البطولة طبعا هي كذا معروفة، فوز وخسارة، وجتنا طبعا كبداية حتى يعني معارضة كذا، استعداد كان أول بداية يمكن 2 أسبوع قبل البطولة. الآن الفترة ذي طبعا نادي السلام يمر بمرحلة انتقالية، شباب دخلنا البطولة كلها بناشئين، مستوى كلهم 17 يمكن 18 سنة، اعتمد على الناشئين كبداية، وإن شاء الله يكون المباريات الجاية أفضل وأفضل. في ثالث مباريات كأس الاتحاد لأندية التصنيف باء تغلب شباب الغيضة على نظيره اتحاد المسيلة بـ2 دون مقابل. أسامة خويد تمكن من إحراز هدف التقدم لفريقه في الشوط الأول، فيما أضاف زميله رامي يسلم 2 أهداف في الأنفاس الأخيرة للمباراة. وبهذه النتيجة تحصل شباب الغيضة على أول 3 نقاط. توج قدامى نادي حسان أبيان بكأس الفقيد الكابتن أحمد البركاني بعد تغلبه على قدامى نادي خنفر بـ3 أهداف لهدف وحيد. خلال الشوط الأول من اللقاء تمكن اللاعب المخضرم محمد ريمسن من تسجيل هدف التقدم لحسان، ومع انطلاقة الحصة الثانية عزز نفس اللاعب تقدم فريقه بعد توقيعه على الهدف الثاني. هدف تقليص الفارق لخنفر جاء عن طريق اللاعب رفيق السرابي، وأمن عارف الحيف فوز فريق حسان بتسجيله للهدف الثالث في اللقاء. الكابتن أحمد البركان يعد أحد نجوم كرة القدم الأبيانية، والذي مثل المنتخب الوطني سابقا كما كانت له تجربة احترافية مع نادي الأهلي السعودي. وصلنا بكم مشاهدينا إلى ختام هذه الجولة الرياضية، شكرا لكم أينما كنتم على طيب المتابعة، نلقاكم في جولة قادمة.